ما بنقتصر زي ما بيقولوا انه بس الخل من التفاح، لكن انا بقول من جميع انواع الفاكهه يحضر، وهو عصير فاكهه، فاكهه كامل النضج، من فاكهه كامله النضج مكتمله مواصفاتها الغذائيه، مكتمله بالمواصفات الغذائيه. العصير هذا اللي بناخده من الفاكهه بنحوله الى عنصر محفوظ، من عنصر عصير قلوي مشروب لذيذ الطعم الى عنصر حمضي، حمضي بعد ما نعرضه للهواء وبطرق معينه للتحضير، اللي هي طرق التخمير الهواء، اي بكتيريا الهواء، فهم كيف، لمده معينه، فهم علي، حتى يصبح عنصر محفوظ الى الابد، ماده تحافظ ولا يحافظ عليها. الماده هذه ازليه وابديه، فهمت علي؟ لانها حفظت بواسطه التخمير، التخمير لواء يعني بمعنى خمر، خمر حلال، فهم علي؟ الماده التي يعني تثير الشبهات و يعني بحد او باخر شقين، انه الخل حمضي، حمضي انه خطير، خطير على الجهاز الهضمي، خطير انه تودي بحياه انسان الى الخطر، لكن انا بنوه انه الخل اذا كان صافي وحضر بتقوى، بتقوى الله وليس مبغات الكسب المادي او التسيب في توصيل الماده هذه للانسان او للحياه البشريه، فاذا كنت حريص فهو فيه فائده، فيه منفعه كبيره لا تنقص، بمعنى ليس دواء، مش انه احنا بدنا نقول زي ما بعض الناس يتجاوز الامر، هذا الشخص طب ما احنا بنسكر المستشفى بنسكر الصيدليه، لا، هو عنصر وقائي، عنصر وقائي يضع جسم الانسان في مأمن، مأمن من الاعتلال، مأمن من الاعتلال، فكل انسان بحب يعيش سليم. في شغله عندنا في الطب اسمها القاتل الصامت، وهي الدهون الثلاثيه والكوليسترول، فكل انسان بيشرب الخل فهو في غنى عن تراكم هذا العنصرين. العصير الفاكهه بدنا نحفظه، هذا بنحفظه بواسطه التخمير، التخمير الهوائي، فهمت علي، عشان يتحول الى عنصر محفوظ الى الابد، يعني يصبح الى حامض بدل ما هو قلوي عصير، يتحول الى عنصر حمضي محفوظ الى الابد. فضل الاباء، فضل الاباء، وانا بقدر اقول انه من زمن بعيد وابائنا واجدادنا بفهمونا انه كنا نعمل من محاصيل الفاكهه او القرون، فهم كيف، ناخذ العنب او ناخذ التفاح او ناخذ بعض ثمار الفاكهه، فهم كيف، ليصنعوا منها الخل، فكانوا من قديم الزمان، فدرست الامر، وجدت الخل على نفسي وعلى صحتي، شربته وتعاملت معه، وبعد ما تعاملت معه ولقيت فيه فائده ومجره من الفائده وكسب الصحه، فحبيت اني اتعمق فيه واحضره واصنعه لمساعده الناس، لانه مكلف، مكلف. الماده هذه البرو بتاعت عصير الفاكهه لا تحمل اي شوائب، عصير الفاكهه بدك تاخذ ماء الفاكهه، وكم هو مكلف ان تستخلص من الفاكهه العصاره. بشكل عام انا لي 20 سنه هان موجود، صحه، امن، كل فئات الشعب من بعيد ومن قريب بترددوا عندي وبياخذوا. 20 سنه كفايه انه اخذ اوكي، فاهم كيف، لانه ما في واحد بيستنى مني انه يرحمني لو انأذى او شرب وانأذى. خلال تردد على الاخ ابو اياد، في كثير من المرضى بيجوا بيستخدموا خل التفاح على سبيل المثال من اجل تخفيض الدهون الثلاثيه وتخفيض الكوليسترول، والعديد من الناس ايضا بيجوا من اجل تخفيف وزنهم، يعني اللي عنده سمنه مفرطه بيجي بياخذ الخل، وبالتالي من خلال تردد الناس هذا دليل على انه يعني هذا الخل مفيد لهم. دلوني بعض الاصدقاء على المحل وانا الاخ ابو اياد، وبديت انه انا بتعامل معه. انا بعاني من اللي هو القولون العصبي، فانا ما بستخدم الخل التفاح بيصير في يعني عندي راحه، بيعمل عمليه ارتخاء في القولون وعدم اضطراب في المعده، فانا مستمر عليه يعني بشكل يومي، يوميا انا بشربه مع الجرافوت على الريك. يعني حتى لو انا بسافر باجي بميل باخذ الجزازتين معي عشان ما انقطعش برا. بالنسبه لموضوع الاعشاب، يعني موضوع يجي مكمل للدوائيات، ما بيستغنيش الانسان عن الادويه ولا هو بسد عن الادويه، هي مكملات تعمل منها مكملات غذائيه لمشاكل معينه، لكن لا يغني عن الدواء. محلات الأعشاب والعطارة كلها طبعا توفر فيها جميع أنواع الأعشاب. عملية إعطاء الأعشاب للناس تختلف من شخص لشخص حسب خبرة هذا الشخص، فالشخص لازم يكون عنده خبرة علمية وخبرة
في الأعشاب منافعها ومضارها عشان ما يسببش أي مشاكل لأي حد. وزارة الصحة مشكورة دائما بتراقب المواضيع هذه وبتتابعها وتقوم بزيارات لمراكز الأعشاب زي أي مراكز طبية كانت. اليوم اللي بيشتغل عطارة أو بيشتغل أي شيء بيعطي حاجات على مسؤوليته، هذه الحاجات قد تسبب مشاكل وأضرار للناس لأنه ما فيش عنده دراية علمية في الموضوع، وهذه الحاجات بتبين طبعا بعد ما ياخذها الشخص. وطبعا لازم العلاجات او المكملات هذه ما تكونش مدتها طويله، لانه مش كل الاعشاب لها فوائد، قد يكون لبعض الاعشاب مضار ومشاكل اذا اخذت على المدى البعيد. الخل له فوائد برضه كويسه ورد في الطب النبوي، لكن برضه بتاخذ تحت اساليب معينه ولفترة معينة. الخل ممكن يعالج شغلات كثيرة طبعا حسب نوعيته وجودته وانه يكون اشي اصلي مش مغشوش. وطبعا زي ما قلت لك اللي عنده مشاكل كالقرحة والحموضة او مشاكل في المعدة او المرارة او الامعاء هذا بيأثر عليه وبيسبب حرقة عنده.